إذن صباح الخير عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب، قناة شوف تيفي. أهلا وسهلا بكم في هذا النقل المباشر الجديد أو الجولة الصباحية اللي تعودنا أنها نقلوا عليكم يوميا من مدينة المحمدية. من خلالها كنلقيو عليكم التحية الصباحية. صباحكم مبارك سعيد وحياكم الله جميعا أينما كنتم داخل المغرب وخارجه. مدينة المحمدية كيف ما كتبوا معنا في هذا المباشر متابعينا الكرام، كاين واحد الحركية، كاين واحد الرواج نوعا ما صبيحة اليوم رغم تواجدنا بالعطلة ديال نهاية الأسبوع. اليوم الأحد، أغلب المدن المغربية في سكون تام في صباح ديال يوم الأحد والاثنين. اليوم كاين واحد الرواج نوعا ما بمدينة المحمدية، والسبب طبيعة الحال هو السوق الأسبوعي اللويزية بجماعة بني خلف، هو اللي كيخلق واحد النوع ديال الرواج، لأن الأغلبية ديال المواطنين ولا الزوار ديال مدينة المحمدية كيكونوا متوجهين الآن صوب السوق الأسبوعي باللويزية. بدورنا غنديروا زيارة لسوق اللويزية باش نقول لكم الأجواء هناك. كيف كتابعوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، الأجواء اليوم معتدلة، أجواء جميلة بمدينة المحمدية وحركية ورواج. حنا كنتواجدوا الآن بشارع المقاومة. هذا الشارع هذا من أكبر الشوارع وأهم الشوارع بالمنطقة العليا بالمحمدية، الشارع اللي خلق الكثير من علامات الاستفهام ورفع الكثير ديال الانتقادات، لان التهيئه ديالو ما كانش كيف ما كان مسطر لها وكيف خطط لها جلاله الملك، لانها كانت قيد مشروع ملكي كبير، والتهيئه ديالو كانت ستكون تقريبا دابا واحد 8 سنوات تقريبا، ما عنديش التاريخ بالضبط، ولكن كان تخطيط لها واحد سنوات عديدة، لكن التهيئة ديالها لم تتم لحد الآن. إذن كيف ما كتابعوا معنا متابعينا الكرام، أنتم معنا على المباشر من شارع المقاومة بمدينة المحمدية، كتشوفوا الرواج والأجواء. صباحكم مبارك سعيد، هذا هو الأهم، هو أننا نحيو المتابعين ديالنا في بداية النهار وفي البداية ديال العمل ديالنا بمدينة المحمدية، أننا نحيو المتابعين ديالنا. حياكم الله جميعا وصباحكم مبارك سعيد. كاين اللي خدام رغم العطلة ديال نهاية الأسبوع، كاين اللي خدام يوم الأحد، متوجه لمدينة الدار البيضاء والنواحي ولا حتى في مدينة المحمدية محلات تجارية. كنقول لكم صباحكم مبارك سعيد جميعا وحياكم الله مرة أخرى. هذه هي الأجواء متابعينا الكرام بمدينة المحمدية، وهذا هو الرواج. كنذكر على اننا كنتواجدوا الان بشارع المقاومه، شارع المقاومه اللي فيه واحد الرواج كبير من اهم الشوارع بالمنطقه العليا بالمحمديه.
اليوم كاين السوق الاسبوعي الوزيه، هو ككل يوم احد. هذا هو السبب اللي كيخلي مدينه المحمديه تتحرك يوم الاحد، وكتكون فيها واحد الرواج وواحد الديناميه. على خلاف الاحياء الشعبيه، هذا شارع المقاومه. الاحياء الشعبيه كتكون غالبا كتكون الحركه فيها واقفه. حاليا غادي يتحركوا الاحياء الشعبيه للمحمديه باش تشوفوا الرواج على ان مدينه المحمديه راه واقفه من غير الاحياء، من غير الشوارع عفوا الكبيره، لان هي اللي توصل للسوق الاسبوعي، والسوق الاسبوعي هو اللي كيحرك كيف ما قلنا مدينه المحمديه يوم الاحد، رغم التواجد ديالنا بالعطله الاسبوعيه. هذه هي الاحياء الشعبيه للمحمديه. يكون فيها سكون تام وحركة متوقفة. على عكس الشوارع الكبيرة، شارع المقاومة، شارع المرابطين اللي غادي نتنقلوا ليه حاليا. وكيف العاده كيف ما ولفتوا معنا، اننا في الجولات ديالنا الصباحيه ولا التنقلات ديالنا، اننا كنعطيكم واحد الفكره على اهم الشوارع والمناطق والاحياء بمدينه المحمديه. احنا الان كنتواجدوا بحديقه القدس. هذه حديقة القدس، وتحية للناس ديال الحسنية واحد، والناس ديال السعادة والأحياء المجاورة. تحية لساكنة محمدية عموما. هذه حديقة القدس صغيرة الحجم، لكنها كتلعب واحد الدور مهم كمتنفس بهذا الشارع هذا وبهذا الحي والأحياء المجاورة. كذلك كتبقى العلامة ديال الاستفهام المطروحة، لأن بهذا المنطقة هذه كيكونوا باعة متجولين. هنا كيكون البيع والشراء في هذه المنطقة هذه، لكن ملي كيمشيو كيخليو من وراهم الكوارث وكمية كبيرة ديال الأزبال كيف ما كتابعو معنا على المباشر. هو الحالة اللي كيولي فيها الحي من وراء مغادرة هاد الناس اللي كيزاولوا التجارة، كيخليو الحي في واحد الحالة كارثية. يعني المرجو من المسؤولين انهم يوليو شوية ديال الاهتمام لهاد النقطة، ويعطيو شوية ديال الاهتمام للساكنة كذلك اللي كتعاني. هاد البلاصة راه كتكون مخنوقة بالليل، كتكون مسدودة،
يعني هنا كتلقى البيع والشراء فين ما مشيتي وجميع الجنبات، ومن وراهم كتبقى الكوارث كيفما كتابعو معنا، والشارع كثير. إذن هذه هي الأحياء الشعبية متابعينا الكرام اللي كتعرف واحد السكون واحد التوقف في الحركة، كلشي ناعس، عطلة نهاية أسبوع هذه راه الناس اللي ما خدامينش كلشي مرتاح، لكن الشوارع الكبيرة بمدينة المحمدية كتعرف حركية بطبيعة الحال رغم التواجد ديالنا بعطلة نهاية الأسبوع، لأن اليوم الحد مدينة المحمدية كتعرف السوق الاسبوعي اليوم كيعمر بهذا النهار هذا، وهذا هو الدافع اللي كيخلي مدينه المحمديه تتحرك يوم الاحد. اذا متابعينا متابعي قناة الشعب قناة شوف تيفي، إلى هنا نكون قد أنهينا هذا النقل المباشر. شكرا لكم على المتابعة والوفاء ديالكم اليومي، متابعة ديالكم لجولاتنا الصباحية بمدينة المحمدية. مرة أخرى نقول لكم في الختام صباحكم مبارك سعيد، وحياكم الله جميعا تحية عطرة لجميع متابعينا، ونضرب لكم موعدا آخر في جولة أخرى من مدينة المحمدية. شكرا لكم على المتابعة.